صباح الخير مرة جديدة جيتا. جيتا عم تسمعينا؟ ايه نحن ماجي، عم عم نشوفك بسمعك هلا دكتور. وعم نسمعك، وكنا عم نحكي بالبداية عن المواجهة مع السلطة، مواجهة الثورة المستمرة مع سلطة يمكن مصرة تبقى بمكانها، وأكيد نحن كمان عنا الإصرار الكبير شعبياً بأنه نستمر في هذه المواجهة. قديش ممكن أو بأي شكل ستستمر هالمواجهة؟ ماجي انت بتعرفي كثير منيح انه نحن ما بقى عندنا حل، يعني او بدنا نحن فوق، يعني نحن مش بارادتنا عم نواجه، نحن مفروض علينا او بدنا نتقبل الوضع يلي نحن ماشيين فيه، او بدنا نضلنا عم نواجه في سبيل الكمال مثل ما بيقول النشيد الوطني اللبناني يلي تربينا عليه من نحن وصغار، دائما بنردد نفس الشيء سبيل الكمال. اذا نحن عم نسعى حتى لبنان يكون كامل، مفروض عم بوجه هيدي السلطة. نعم. طيب، الأشكال المتعددة اللي شفناها بالمواجهات، إن كان على الأرض إن كان بمساحات منبرية. بدي لك إنه الصوت عم بيطلع من عندك، ما عم بقدر أسمعك لأنه عم بسمع كمان فريق العمل، في صوت طالع من عندهم. عم تسمع الريجي، بعتقد نانسي. مش الحال جيتا؟ مش الحال. ايه اوكي، وانا كمان لقيت عم بسمعك احسن. كنت عم بقول لك انه مش الحال ماجي هلا. المواجهات اللي كانت بالساحات على الارض بالمنابر بالمساحات الحواريه، هل هناك مواجهات مخطط لها هلا جديده للاستمرار بهالمواجهه؟ اكيد، ولكن انا مني بمطرح اني اقول شو هي المواجهات، ولكن في كثير قصص حتنطرهم وخصوصا من النساء. في جروب من عمل جديد للنساء حيقوم بتحركات كل اسبوع، كل تحرك حيكون هادف وحيكون بناء وحيكون حامل طلب ومنه بوجه شخص معين. يعني نحن امبارح رحنا على عين التيني على المقر الثاني للرئاسه لانه مسكر بوجهنا ساحه النجمه ومبنى مجلس النواب، ما رحنا عند شخصه لنبيه بري، بس رحنا لعنده بصفته رئيس مجلس النواب. نحن ما رحنا لعنده كصفته هو شخص نحن جايين بس لانه نحن ضد نبيه بري، لا، طالما هو رئيس مجلس النواب نحن عندنا رساله بدنا نوصلها دون ما نطلب منه، بل باجبارهم انه يتركونا لانه هن هلا محتلين مجلس النواب. واجب الثوره وخصوصا النساء، لانه امبارح كانت مسيره نسائيه، نحرر هالمجلس منهم. نعم، شو قلتوا امبارح؟ شو كانت الرساله يعني جيتا، بما انك عم تحكي عن تحرير مجلس النواب بتعتبريه محتل؟ طبعا هن فاقدين للشرعيه، الشرعيه الشعبيه طبعا انا عم بحكي عنها، ومجلس النواب كنواب هن محتلين المجلس وقاعدين غصبا عن اراده الشعب، ان كان من رئيس مجلس النواب ولا من النواب، والشعب عم بيقول نحن ما بقى بدنا اياكم. طبعا في ناس حتقول لك في عندهم مناصرين، انا بايد الموضوع، في عندهم مناصرين، ولكن هل المناصرين بيقبلوا انه الشعب ينقتل كل يوم؟ بيقبلوا انه انا طالبه جامعه كل يوم اقدر بدي ابرم على شغل لحتى الاقي، ما الاقي اذا ما حدا عنده واسطه يجي يدعمني لحتى افوت على شغل؟ شعبي كل يوم بينقتل، كل يوم بينسرق، كل يوم بينذبح. انا ماني قادره اسكت عن هذا الموضوع، مع احترامي لمناصرين هول الاحزاب، بس انا واجبي هون حرر هذا المجلس منهم لانه هن فقدوا شرعيه الشعب، بطلوا عم بيشرعوا وبطلوا عم بيقروا قوانين لصالح الشعب، انما عم بيقروا قوانين لصالح المحاصصات الطائفيه والفساد. عم بتقولي جيتا اكيد انه مفروض انا طالب علي صوتي قول، اكيد هذا الشيء يعني واجبنا ومبرر لنا كشعب. كيف بده يتحرر؟ هل بانتخابات نيابيه مبكره؟ هل في مطالب؟ هل في مشروع بديل عم تطرحوه عدا غير انكم مثلا تقولوا انه هالسلطه فقدت شرعيتها، ام هالبرلمان صار محتل؟ هل عم يتقدم مشاريع بديله؟ ايه، أنا وقت اللي انقطع معك الخط كنت عم خبرك إنه نحن في مجموعات عم تشتغل على الأرض وفي مجموعات فكر، وبحب دائما أذكر إنه في كثير مجموعات موجودة دائما بنحضر معها، ولكن أنا مش مخولة إني أحكي عنهم لأنه ممكن هن هلا بقيد التحضير عم بحضروا لحلول. يعني نحن صار في حل اقتصادي وحل بيئي وحل سياسي وحل اجتماعي. نعم، هيدي الحلول
هن وبس يطرحوها في حزب الكنبه اللي مسميينه هيك بالثوره، مفروض انه يرجع يحشد بالشارع على مطلب واحد طالما صار في حلول، لانه دائما نسمع الشعب عم يقول انه نحن عم نتظاهر، طب اعطونا حلول لحتى نقتنع معكم اكثر، ما بدنا تنظير، لانه نحن قلنا لهم انه بعد 17 تشرين كله حيصير فعل وحقيقه، مش بس حكي. نعم. وكله هيدا جاهز وكله موجود وكله بوقته حلو وكله حيطلع. نعم. كثير مهمة تقولي أنه في خطوات جاية وكلها بوقتها رح بتكون موجودة. هالمجموعة من النساء رح بتكون هي مجموعة ضاغطة على الأرض أكيد جيتا، بكل أسبوع حيقوموا بتحرك هادف بوجه أحد الأشخاص الموجود بالسلطة يلي عم بيأذي الناس بطريقة، كمان حيكون عم نضرب بمحل خاصة بالمؤسسات العامة. هيدي النساء عم بتعلي صوتها أكثر لأنه الثورة أنثى، ولأنه بكل الثورة بين ورفع صوت الثورة الأنثى أكثر وصارت تعرف تتوجه وتحكي من دون ما تخاف، كسرنا قاعدة الخوف، وأكبر دليل هو روحتنا امبارح على عين التينة. نعم. يعني كل العالم تعرف أنه بالمرات السابقة كان عم بيتم الاعتداء على المتظاهرين، ولكن نحن كنساء كسرنا هيدا الخوف وقررنا أنه نواجه للآخر شو ما صار يصير. نعم. المواجهة إذن مستمرة، هذا نبض الثورة اليوم، نبض الشارع. شكرا للصحفية وناشطة جيتا مشيك على هالإطلالة اليوم، وإلى اللقاء أكيد في إطلالات أخرى. شكرا لك.